السلام عليكم. بالجلسة الماضية نهينا جزء من أوامر المخطوطات التنفيذية، وهلأ رح نحكي عن بقية الأوامر. أول أمر رح نحكي عنه هو الرموز. بالنسبة للرموز، في عنا رموز أبواب، رموز نوافذ، وعنا رموز إكساء داخلة، رموز الإكساء الخارجة. أمر الرمز، نحن في عنا بالانوتيت، قائمة انوتيت من هون، في عنا امر اسمه تاج باي كاتيجوري وعنا تاج اول. وقت اللي بدنا نحن نشتغل على رموز للابواب مثلا، بحيث تطلع على كل الابواب نفس الوقت من قائمة انوتيت، في عنا امر او عنصر اسمه تاج اول. تاج اول نحن نفتح اذا طلعنا نافذة، في بقلبها العناصر ممكن يكون الى تاج او رموز. نختار طبعا نحن حاليا بدنا دور ويندو لوكي. اول ما نقول اوكي بنلاحظ كيف صار في عنا رمز عند كل نافذة، وصار في عنا رمز عند كل باب. اول شغلة بنلاحظها بهذا الرمز انه مثلا بالنسبة للابواب، انه الرمز هون رقم وهون رقم شكل، مع انه الباب نفسه ونفس الفاميلي تماما، وحتى نفس يعني نفس النوعية اللي بقلب الفاميلي. مثلا احنا بقلب الفاميلي ممكن نلاقي كذا نوع، هي نفس النوع اللي بقلب الفاميلي اثنيناتهم، بس ليش طلع واحد 35 وواحد 36؟ هاي الأولى. الشغلة الثانية، الرمز تبع الباب نحن ما بدنا يكون هيك، يكون دائرة تماما. هاي هي الشغلة الثانية. والشغلة الثالثة هي الشيء اللي عم يكون مكتوب أصلا بداخل الدائرة. راح نشوف كيف نحن ممكن نغير هاي الشغلات. بالبداية إذا كبسنا كبستين على هذا الرمز الموجود هون، شو لازم يفتح لي؟ يفتح لي ملف اللي هو ملف الفاميلي هاي. مثل ما قلنا انه كل شيء موجود عبارة عن فاميليز، فلما بكبس كبستين على اي عنصر بيكون عبارة عن فاميلي لحاله، فبيفتح له هو ملف الفاميلي هذا. هلا اول شيء راح نعدلها بملف الفاميلي هي التكست موجود هون. نحن راح نقول له بدل ما ياخذ ارقام خاصة، رقم خاص لكل باب، يصير ياخذ رقم لكل البواب المتشابهة مع بعضها، يعني اللي نفس النوع ياخذ له نفس الرمز. فانا كيف ممكن اتحكم بهذا؟ بكبس هون على النص الموجود وبفوت على الليبل على ايديت. لاحظ انه هون في عندي قائمة انه هو منين عم يستمد الرمز اللي عم يكتبه. اخذ هو على المارك، يعني الشيء اللي بيكون موجود هون هو اللي هو عم ياخده، فانا هو اخذ على المارك ورجعه لبرا، هيك بصير هو موجود هون للمارك. فنحنا ما بدنا ياخذ مارك، بدنا ياخذ التايب مارك. هاي التايب مارك هون بنجيبها على يمين، بصير عندي موجودة هون، والاوكي. فبلاحظ هلا صار الرقم واحد تي او الرمز صار واحد تي المكتوب هون. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، بدي أحرك الشكل هذا بحيث يصير دائرة، ممكن أنا أعمل هيك. إذا حبيت كبيرة الدائرة أنا ممكن أحدد الشكلين وأقول له أمر سكيل، وأكبس هون إنه من المركز لهون في ثلاثة. أنا ممكن أعملها مثلا أكتب خمسة أو أكتب أربعة حسب أنا شلون حابب كبيرة الدائرة. وبس خلصت هالنقطتين هدول بقول له load into project، بقول له دو. هلا صار في عنا الدائرة مثل ما انا شايفين، صار تطلع وصار رمز التكست عم ينكتب بقلبها. اذا كانوا من نفس الفاميلي تماما ونفس النوعية عم ياخد نفس الرمز، وبنفس الوقت هو الشكل اللي بدنا اياه اللي هي الدائرة. هلا النقطة الثانية اللي رح نحكي عنها او اللي ذكرناها، انه هي بدنا نتحكم بالرمز اللي عم ينكتب اصلا. يعني انا هذا الباب ما بدي يطلع دي 3، بدي يطلع دي 2 مثلا، اللي هو نفسه هذا. يعني كيف هاي بكون نتحكم فيها؟ نحن اذا مسكنا الباب في عنا اذا التايب، اذا نزلنا تحت بنلاقي في عنا شيء هون اسمه التايب مارك، هي اللي عم تتحكم بالرقم تبع الباب هذا. فانا ممكن اعمله دي 1 اقول له اوكي. بلاحظ انه كيف صار هذا الباب دي 1. مثلا هذا الباب كمان نفس الشيء، اذا كبست هيك واخذت ورحت على التايب مارك وخليتها مثلا دي 2، كمان نفس الامر. هذا الباب مثلا عمله دي 3. بهالطريقة نحن عم نتحكم بالابواب. طبعا كل الابواب اللي بتكون من نفس هذا النوع عم يصير اسمها دي 3، كل الابواب من هذا النوع عم يصير اسمها دي 2، كل الابواب تبعت هذا النوع دي 1، وهكذا. نحن يعني ما لنا مضطرين نعدل على كل الابواب ونحط عليها الرمز، مجرد بس نوع نوع من كل باب، يعني باب واحد عفوا من كل نوع، نحنا بخلي كل النوع يصير له نفس الرمز. وهذا الباب طبعا اذا حفظنا التمبلت هاي كتمبلت لشغلة تنفيذية مثلا، ف
فهذا الباب خلاص على طول بده يصير اسم الرمز دي واحد، وانا ماني مضطر اعدله كل مره، وباقي الابواب كذلك نفس الشيء. هلا النقطه الثانيه اللي راح نحكي عنها بعد الابواب هي النوافذ. اكيد اذا قربنا هيك شفنا رمز النافذه، ما هذا هو الرمز اللي نحن يعني بنحطه عاده، لذلك كمان نفس الطريقه تبعت الباب بنضغط عليه ضغطين وبنشوف كيف تغير تلقائيا النص. اذا فتنا على الليبل بنلاقي صار مكتوب هون تايب مارك، تمام. الرمز راح نشتغله بطريقه يدويه، نقول له كرييت، اختار لاين، اختار مثلا انا منتصف الضلع هاي، حط خط هيك خليه ينزل لتحت، كمان اخذ خط ثاني كرييت لاين هذا الشكل، هذا هلا اعمل له ميرور، اختار هذا الضلع حتى يكون هو الميرور، بعدين بحذف هاي الاشكال ما عاد لازمي، هاي الاضلاع، بعدين بقول له تريم من هون لهون من هون لهون. هيك صار عنده شكل المثلث. هلا بقول له ضد انتو بروجكت، بقول له اوكي، بقول له اوفر رايت. لاحظ كيف صار عندي المثلث هو شكل الرمز. طبعا اذا حبيت اني نزله شوي لتحت فانا ممكن احددهم وبالاسهم نزله شوي لتحت بحيث يصير ابعد عن النافذه، بقول له اوفر رايت. لاحظ كيف بعد شوي عن النافذه. كمان النص اذا بدنا اياه يتحرك لتحت شوي كمان ممكن نحركه، نمسك النص وننزله بالسهم شوي لتحت، نقول له انتو بروجكت اوكي، نقول له اوفر رايت. هلا بالنهايه بالنسبه للنوافذ كمان نفس الشيء، اذا فتنا لهون على الايدت تايب ورحنا على التايب مارك، نحن بالتايب مارك في عندنا مثلا دبليو واحد، هذا نوع من النوافذ. لاحظ كيف صار اسمه دبليو واحد. اذا حبينا نكبر المثلث مشان النص، او ممكن نحن ننزل النص كمان لتحت. اذا حبينا نتحكم بحجم النص الموجود عندي فينا نحن نفوت على الايدت تايب، في عندنا تكست سايز ممكن نحن نصغر او نكبر هذا التكست حسب نحن شو بدنا. انا بالنسبة لي رح اكبر المثلث، سكيل تمام، ولود انتو بروجكت اوكي اوفر. طبعا كبرناه كتير، ممكن ننزله هيك، نقول لود اوفر رايت بالطريقة مثلا نحن اذا كنا حابين الرمز يكون هيك شكله. هلا النقطة الملاحظة هون انه الرمز كيف صاير هون والرمز كيف صاير هون. الرمز هون بعكس الجهة المفروض يكون، فاذا حددناه للتاج هذا ولهذا التاج مثلا قلنا له فيرتيكال، نلاحظ انه صار بهذا الشكل. طبعا نحن ما بدنا اياه يكون هيك، بدنا اياه يكون بهالشكل، راسه متجه على النافذة يعني بعكس هذا الاتجاه. فأمر الهوريزونتال والفرتيكال ممكن يزبط لهاي الجهة، إذا كان عندنا نوافذ كمان بهاي الجهة ممكن نعملها فرتيكال، وهيك الموضوع بيزبط عادي. أما بالنسبة للجهة الثانية فنحن بحاجة إنه إما نصمم الفاميلي تكون فيها أكثر من هوريزونتال وفرتيكال، يعني فيها مثلا رايت وليفت وفرونت وداون مثلا، أو ساوث يعني الجهات ساوث وايست وهيك يعني الجهات حسب شو حابين. اما بنصمم فاميلي هيك، هذا ممكن نتعرف عليه بعدين، او نحن بدنا نعمل نسخه من هاي الفاميلي بس تكون معكوسه عنا تماما، يعني يكون الاعلى لتحت واليمين على اليسار. كيف ممكن اعمل لهاي الفاميلي؟ اول شغله لازم اقرا اسم الفاميلي موجود عندي، هو ام ويندو تاج، هذا هو اسم الفاميلي. تاني نقطة بدي اروح على الملف تبع الفاميلي اللي كنت فاتحه من شوي، يعني ايكويسون كابستين مثلا، او انا بلاقيه هون مفتوح عندي. هذا الملف او هذا الشغل لازم احفظه لحتى احسن اعمل نسخة منه. فبنقول له نحن فايل سيف از، ما بنقول له سيف فورا. ليش؟ لانه اذا قلت له سيف فورا، اذا رحنا على جهاز كمبيوتر على الار في تي 2018 يعني مكتبة الريفيت اوتوديسك ار في تي 2018 على الليبراريز اسم تريك مجلد الانوتيشنز، بنلاقي عنا نحن كل الرموز اللي ممكن نستخدمها بالريفيت كانوتيشن. الاركتكشر مجلد الاركتكشر نحن بنلاقي عنا الرمز تبع الويندو تاج اللي كنا من شوي عم نستخدمه او شفناه،
جينا غيرناه عملناه مثلث. اذا قلت له سيف فورا من هون، يعني اذا جد اطلع او قلت له سيف، هلا اذا جد اطلع راح يسالني انه بدك تعمله سيف للملف، او اذا قلت له سيف من هون فورا راح يحفظ فوق هذا الملف، يعني راح يصير هذا مثلث. طبعا راح اعمل نسخه مثل ما بنعرف العادي انه هو بيعمل اوتوباك وهيك النسخه القديمه، لكن نحن ما بدنا ينسخ فوق تماما، فلذلك راح نقول له سيف از. هذا هو مجرد اركتشر. تمام اركتشر. اذا انا حبيت يعني احط اسم واضح او ممكن سميه هلا مبدئيا كاختصار هيك، قلت له سيف. هلا اذا رحنا لهون بنلاقي صار في عنا نحن ملف زياده اللي هو هذا هو ملف المثلث او النافذه، الرمز النافذه اللي على شكل مثلث. لحتى اعمل نسخه منه راح اقول له نسخ لصق، وهي صار اسمها هيك. راح اعدل الاسم بدل نسخه واحد، انا راح الغي كلمه نسخه احذفها واضيف هون كلمه 2 او رقم حرف 2. هلا صار في عندي 1 وصار في عندي 2. هلا اذا فتحت 2، طبعا لما بكون احنا عندنا ملف عادي ريفيت فتكبست عليه كبستين، كان في عندي برنامج ريفيت مفتوح، فانا الملف هذا انفتح بس لازم بس اعمل هيك انه افتح النافذه تبعت البرنامج، بس كبستين بالسكرول مشان يحط لي الرمز بالنص نص الشاشه. هلا مثل ما انا شايفين هاي نسخه تماما طبق الاصل عن الملف الاولاني اللي هو نافذه واحد، رمز النافذه واحد. هلا كيف انا ممكن اعمله لهذا بده يصير بعكسه؟ ببساطة أن امسك الرمز، ممكن اكبس تاب مشان يحدد لي كل الاضلاع، ويجي بعمل له روتيت، حدد انا الروتيت بدي اياه يكون يعني لاي جنب، بحيث انا اذا حبيت حرك هيك يصير الروتيت تابع لهذا المركز او لهذا المركز. ممكن نحن نعمل مبدئيا اول شيء نشوف مثال قديش صار قريب من النافذه، وبعدين نقرر اذا بدنا اياه هيك او لا. طبعا بدنا الهوريزونتال قلنا نحن يكون عكس هاد، يعني بهالشكل. اكيد نحن هلا مثلا راح ملاحظين انه بده ازاحه اليسار بعدين لتحت. كمان اذا بدنا الرقم يدور معه فنحن ممكن كمان نعمل له الرقم روتيت، وبعدين بقول له لود انتو بروجكت، بيسالنا انه لوين، بقول له على المرحله 7 الملف اللي كنا فاتحينه. هلا ملاحظ اول شيء انه ما تغير شيء، بكبس اسكيب او اطلع موديفاي مشان اطلع من الامر. اخذت التاج او الرموز اللي بدي اياها تصير من نوع جديد. اذا فتحت على النافذه بلاقي صار في عندي نوع ثاني اسمه ام ويندو تاج 2 واللي هو نحن اشتغلنا عليه. اذا اخترت هذا الخيار بلاحظ كيف صار عندي هو يعكس هذا تماما. ممكن هلا هدول الاثنين انا اعمل لهم فيرتيكال، بلاحظ كيف صار شكله، لكن بلاحظ انه يعني قريب كثير على النافذه، لهيك نرجع نفوت لاي مره ثانيه وبنقول له موف لفوق شوي بهالشكل، رولد انتو بروجيكت، اوكي، اوفر رايت. لاحظ ممكن يكون صار اكثر بعد، لا انا ما بدي اياه بعد، لود، اوكي. هيك بهالشكل نحن بنصمم او بنعمل نسخ من الرمز، بحيث كان في عنا رموز مالي اكثر او اكثر من نوعيه. كل هاي طرق كيف نحن ننسخ الفاميلي، تعرفنا هلا اكثر شوي على موضوع الفاميلي، كيف ممكن نعدل نعمل نسخ وممكن نستخدمها مثل ما شفنا من هون، نبدل نحن بين الفاميلي اللي بدنا اياها. هلا رح نحكي عن الاكساء الداخلي او رموز الاكساء الداخلي. في عنا قائمه اركتكتشر شيء اسمه او امر اسمه روم موجود عندي هون. هذا الروم تلقائيا هو بياخذ فراغات اللي محاطه بجدران مثل ما انا شايفين، فنحن ممكن نختار نضغط نقطه هون بعدين هون مره، وعندنا هون مثلا هون عندنا هون كمان رمز. طيب هدول رموز الاكساء كيف ممكن نعدل عليهم؟ مثل ما شايفين انه هنا فيهم ارقام مبدئيا 6 و 8 و 9 وهيك. اذا احنا كبسنا على الرقم مثل الطوابق او المناسيب، اذا كبسنا على المربع كبسنا على الرقم الموجود، ممكن اصير احدد الاسم اللي بدي اياه لهذا الرمز. تمام 3 وهذا 4.
هلا في عنا نحن شغله انه المستطيل هذا اذا حبينا نتحكم فيه فنحن ممكن نكبس كبستين كمان على الرمز نفتحه ونقرب لهون. بنلاحظ انه هذا هو الرمز. هذا الرمز ممكن يكون مخفي ما انه ظاهر. السبب اذا كبسنا في في عنا بالانوتيشن كاتيجوريز هون ممكن يكون الخيار هذا ما انه مفعل. اذا قلنا له اوكي بنلاحظ كيف ما عاد بين شيء. اذا حركنا هذا المستطيل كثير هذا المستطيل ما له علاقه ابدا بالخيارات او بالمستطيل اللي كان طالع موجود عندي بالمشروع تواني. هلا اذا حبيت رجعهم كمان نفس الطريقه بفيس في في وبروح على خيار هذا وبعمل له اوكي فبيطلع عندي الرمز او الخيار الموجود هون. ممكن يكون في اكثر من شغله. ممكن يكون في عندي حجم في عندي مساحه كمان احنا ممكن نحذفهم اذا ما كنا بدنا اياهم. هذا المستطيل اذا حبينا نعدل عليه يكبر او يصغر كمان على كيفنا. وبس خلصنا اللود انتو بروجكت قوله اوكي قوله اوفررايت. اذا كان في تعديل لاحظ انه تعدل وصار بالشكل اللي بدنا اياه. مثل ما ذكرنا انه اذا كان في عندي هون خيارات اضافيه هلا مثل ما نلاحظ انه في عندنا احنا الاريا وفي عندنا الفوليوم. اذا قلت له اوكي بصير بيطلع عندي الحجم والمساحة لو كانوا موجودات هون لكن انا حذفهم من هون يعني بهاي الفاميلي حذفت الحجم حذفت المساحة لانه ما انا محتاجهم ممكن نخفيهم او كذا يعني حسب نحنا شو حابين نشتغل. واذا كانوا طالعات هون وانا بدي اياهم ما يبينوا بس مجرد شيل الاشارات الصح من هون بقول له اوكي فما عاد بصيروا ظاهرون. هاي بالنسبة لكمان رموز الاكساء الداخلة. هلا رح انتقل لرموز الاكساءات الخارجية. طبعا يعني اسهل الطريقه تقريبا حتى نعمل اكساءات خارجيه مثلا اذا اكتب هاي الواجهه شفت عندي هذا الشكل. طبعا احنا بدنا بس المبنى يعني ما بدنا الموقع مثلا او هيك. راح نحدد هدول الشجره ونعمل لهم يمين هيد اليمنت هدول كمان. طبعا نحنا كان فينا نعمل هون باليمين الدوبليكيت دوبليكيت مشان يصير في نسخه منها هي اللي انا اعدل عليها التعديلات تبع التنفيذيه. وهاي تضل انه عاده يعني ما فيها ما في يعني ما في اي تعديلات الشجر مثلا هيك يكون لساته موجود عادي. تمام. فهلا هون هاي النسخة من الواجهة ممكن انا شيل اللي بدي اشيله مثلا عناصر او كذا هيدن فيو كاتيجوري. طيب لسا في عنا هاي المنظمة اللي هون كمان كاتيجوري وفي عنا هون هيدن فيو هون هون كمان تمام. هيك هلا صارت الكتلة او الرسمة الموجودة هون هي اللي احنا بدنا اياها. بالنسبة للرموز الاكساء الخارجية طبعا يعني اسهل طريقة ممكن نستخدمها هي انه نشتغل يدويا عن طريق انه من انوتيت ديتيل لاين نحط مثلا مستطيل نعمل بهذا الشكل وبنحدد طبعا من هون الطول اللي بدنا اياه. هذا من هون بنحدد يعني مثلا اذا مسكت هذا الضلع ممكن نحطه 0.5 اذا مسكت هذا الضلع كمان بعمل 0.5 يصير عندي مربع. وهلا بعدين بعمل تكست بحط فيه مثلا رقم واحد ممكن نحرك التكست بيطلع من الامر حرك التكست هيك او عن طريق الاسهم حتى يصير بالمكان اللي بدي اياه. بعدين نحدد التكست والاضلاع هدول يعني انا عم بكبس تاب مشان اختار تحديدات مختلفه مثل ما تعلمنا. هلا هاي اذا حبيت احطها بجروب ممكن تصير هي ضمن جروب ممكن نخليها هيك مشان كل شوي غير الرقم بشكل عادي وبحسن انسخها على الواجهه العاديه يعني كانه عم يشتغل بشكل يدوي. هاي بالنسبه كمان للاكساءات الخارجيه. فبعد ما خلصنا الرموز وحطيناهم
بدنا ننتقل للجداول اللي هي راح تنتج عن الرموز. يعني انا عندي هون المسقط صار فيه رموز، مثلا ابواب، شبابيك، اكساءات داخليه، اكساءات خارجيه الى اخره. بدي اعمل شوف الجداول تبعت هاي الرموز. فامر الرمز نحن عندنا من فيو، في عندنا هون سكجولز، نختار سكجول كوانتيتيز بحيث تطلع لنا هاي النافذه. بهاي النافذه هو هون بحط لي مجموعه العناصر اللي ممكن نحن يطلع على جدول كلياتها. فنحن بدنا نختار من بيناتهم مثلا الدورز، رح نعمل تطبيق عليها على الابواب اللي هو رح يكون نفسه على اي عناصر تاني. فبالنسبه للدورز قلت له اوكي، طبعا مثل ما انا شايفين في عندنا مثلا ويندوز. بالنسبه للدورز قلت له اوكي. فهلا هو فتح لي نافذه الجدول تبعت الابواب وعم يقول لي انه هاي هي العناصر اللي موجوده بقلب الباب، يعني هاي خصائص الباب او صفات الباب او شروط اللي ممكن تكون متواجده بجدول الابواب. نحن كمان نختار الشيء اللي بدنا اياه، احنا بدنا العدد كاونت، بدنا الليفل، هلا راح نشوف ليش. كمان بدنا التايب مارك مال المارك. اذا متذكر كان في مارك كان هو اول شيء عم ياخذها على المارك، نحن غيرناها وعملناها على التايب مارك. بدنا ناخذ التايب مارك اللي هي الرمز، وفي عنا العرض، في عنا الارتفاع height. طيب بقي لنا مادة الصنع وبقي لنا ملاحظات. كيف ممكن نحنا نختار مادة الصنع والملاحظات وهن ما موجودين هون؟ على فرض انه ما موجودين هون وبدي انشئ انا عناصر جديدة او خصائص جديدة تكون موجودة بالجدول، كيف انا ممكن انشئ هيك خاصية؟ طبعا من هون هاي النيو بارامتر هي الامر او الرمز اللي بيخلينا انشئ عنصر بقلب الابواب. بمعنى ان هلا اذا انشات خاصيه ما، يعني راح تصير موجوده بكل الابواب الموجوده عندي هون. اي باب بمسكه بفوت على الايديت تايب تبعته بلاقي هاي الخاصيه اللي انا اضفتها صارت موجوده بهذا الباب، طبعا بس بهذا الملف. اما اذا برجع افتح ملف جديد وبضيف هذا الباب من الفاميلي الاصليه تبعته ما بلاقي انه في خاصيه جديده منضافه، لكن نحن بس بهاي التمبلت او بس بهذا الملف راح يكون صار في هيك اضافه للباب. طبعا فينا نحفظ التمبلت ونصير نشتغل عليه على هذا المبدا على طول. راح نضيف اول شيء مثلا ماده الصنع، وبعدين راح نشوف كيف فينا نغير اللي هون كلياتهم هدول الاسماء، كيف فينا نغيرهم للعربي مثلا اذا حبينا، او ممكن نكتبها بالانجليزي لهاي. ماده الصنع عم يقول لي ان هي تايب ولا انستانس. شو الفرق؟ التايب مثل الخصائص تبعت الفاميلي، اما الانستانس مثل الخصائص اللي بتكون هون، هي خصائص الانستانس اللي عرفنا عليها من زمان انه في نوعين من الخصائص. فهو عم يقول لي هاي الخاصيه بدك تعتبرها من خصائص التايب يعني من هون، ولا من خصائص الانستانس يعني من هون. الفرق بيناتهم بالتطبيق العملي انه اذا انا عملتها من خصائص التايب يعني عندي هذا الباب هو نفس الفاميلي تماما تبعت هذا الباب، فلما بغير التايب مباشرة بتغيروا كل الابواب بتصير التايب تبعته وحده. مثلا انا بحط مادة الصنع هلا، فهذا الباب خشب مادة الصنع مثلا تبعته، فلما راح احط المادة خشب كل الابواب اللي مثله راح يصير خشب، وهذا الشيء طبيعي. يعني اكيد انا اذا بدي احط باب خشب باب الومنيوم مثلا راح يكون الفاميلي يعني تنتين فاميلي ما فاميلي وحدة اثنيناتهم، فلا المفروض يكون تايب. ولو بشوف هون انه هي من الشائع تمام. شو نوعية الفراغ هذا او الخاصية هاي، هي نص ولا رقم ولا طول ولا مساحة الى اخره. فانا راح اقول له انه هي نص. فينا نقول له انه هي ماتيريال، بس شو الفكرة هون؟ اذا قلت له انه هي ماتيريال كمان بصير انا بدي فوت على قائمة الماتيريال مثل ما تعرفنا من زمان انه النافذة تبعت ماتيريال، وصير اختار خامة من جوا. ممكن نشتغل هيك، لكن احنا اذا حبينا يعني نشتغل بكلمة هيك احنا نكون كاتبينها خشب او كذا ممكن يكون موضوع اسهل. طيب اوكي، الخاصية الثانية راح نضيفها هي ملاحظات. طبعا ممكن نخليها انستانس لانه ممكن تكون ملاحظات ما لها علاقة بالنوع، يعني هذا الباب بدي اكتب مثلا انه هذا باب مثلا في فوق فتحة، او بدي اكتب هذا الباب تابع للغرفة الفلانية، او هذا الباب كذا الى اخره. يعني اي ملاحظات ممكن تكون عن الباب بحد ذاته وليس عن النوع تبع الباب. بعدين نقول له اوكي. طبعا بدنا نغير هدول نعمل تكست كمان اوكي. هيك صار عندي
الخصائص هاي السبعة. إذا حبيت نضيف، أنا طبعا ممكن نضيف قد ما بدنا، إذا حبينا نضيف شيء ندور عليه هون متوقع أنه يكون موجود مثلا فنضيفه من هون، إذا لا إحنا ممكن نضيف بهاي الطريقة وبصير عنا. هلأ رح نقول له أوكي، ونلاحظ أنه هو فتح لي جدول الأبواب. مثل ما أنا شايفين في عنا العدد والمنسوب أو الطابق والتايب مارك والويث والهايت ومادة صنع وملاحظات. هلأ في نقطة هون أنه أنا إذا رحت على المسقط مرة تانية ومسكت أي باب من هدول وفت على الإيد التايب تبعيته، لاحظ صار في عندي شيء اسمه تكست مادة الصنع. فينا اكتب هون انا النص اللي بدي اياه لهذا لهي المادة الصنع او لهذا الفراغ. كمان نفس الوقت بنلاحظ انه صار في عندي هون خيار اسمه او خاصية اسمها تكست ملاحظات. كمان انا بحسن هون ضيف الملاحظة اللي بدي اياها. مثل ما شفنا يعني هاي الملاحظات لها علاقة بالانستانس، اما الايد التايب موجودة يعني اما عفوا اما الاكساء او مادة الصنع فهي موجودة بالتايب. طبعا شيء اكيد انه ماده الصنع هاي ما لها علاقه بالاكساء، يعني شلون ما لها علاقه بالاكساء، قصدي بالرندر، ما لها علاقه بالرندر. اذا حطيت مثلا هون خشب اكيد ما راح يتحول لخشب. حتى لو اخترت ماتيريال بدل ماده الصنع، نتذكر شفنا في ماتيريال، حتى لو اخترت ماتيريال وجيت لهون فت على النافذه تبعت ماتيريال ونقيت خامي اللي بدي اياها، ما راح يكون له علاقه بنوب بالرندر او الاظهار لهذا الباب. ليش؟ لانه هو اخذ خاماته من هون. ها هي الخصائص اللي مرتبطه بالخامات الحقيقيه تبعت الباب. اكيد احنا يفضل يكون في تطابق لو كان في اظهار او شيء راح يبين الباب شو نوعه، او اذا كان ملف عمل يعني فمفروض يكون في تطابق. هلا النقطه اللي بعد هاي راح نروح نشوف الجدول تبع الابواب كيف شكله. من هون نحن من سكجول كوانتيتيز بنفوت بنلاقي في عنا الدور سكجول، بنفوت عليه وبنلاقي هذا هو الجدول تبع الابواب. طيب شو بنلاحظ؟ بنلاحظ انه عندي الكاونت مثلا 1 1، ليفل 1، التايب مارك ممكن تكون تكررت بس ما دمج بيناتهم. هذا شو سببه؟ انه نحن لازم نتحكم بهاي الاعدادات شوي يدويا لحتى يصير هو يشتغل بهاي الطريقه. عن طريق اذا فتنا لهون كبسنا بهاي القائمه من هون بالانستانس، اذا كبسنا على اي وحده من هدول خمسه 1 2 3 4 5، اذا كبسنا على اي وحده منهم طلع لنا هاي النافذه. اذا بنتذكرها هي نفسها اللي هلا كنا عم نشتغل فيها وقلنا له اوكي. هاي النافذه بنلاحظ فيها كمان 5 تبويبات هون، هدول الخمسه هن نفسهم هدول الخمسه، يعني اي وحده بكبس بحسن نروح ننتقل للثانيه من هاي النافذه نفسها. هلا بعد ما نحن حددنا الخصائص اللي بدنا اياها فينا نفوت على الفلتر، فينا نفوت على السورتنج جروبينج، كمان فينا نفوت على خصائص الى علاقه بالصياغات موجوده هون كمان، او بدنا نفوت على تفضيلات معينه او خصائص معينه. نحن حنشتغل هون بدايه ونقول له انه اول شغله نشيل الصح من هذا الامر اللي هون. هذا الصح يعني عم يفرزون على حسب العنصر الواحد وليس على حسب النوعيه او على حسب التايب مارك او شيء. فنحن نشيل الصح عن هون مشان يصير يعني يحطهم مع بعض. بعدين بنقول له انه سورت باي، صنفهم حسب، انا مثلا بدي اياه يصنفهم حسب التايب مارك، وبعدين بنقول له اوكي. فبلاحظ هلا انه هو دمج، عمل التايب مارك نفسه اللي كانوا من التايب مارك نفسه عملهم في خيار واحد وقال العدد هو 2، لكن ما تبقى هاي الابواب كلياتها ما عم يكون في منها غير نسخه وحده بس او عنصر واحد، وهو له تايب مارك مختلف عن الثاني مثل ما انا عم نشوف. طيب الليفل ليش حطيناه؟ هلا اذا رحنا على المسقط الثاني مثلا وشفنا الابواب الموجوده فيه، جينا حطينا على كل الابواب يعني عملنا له مثلا من انوتيت تاج اول، اخذنا الدور قلنا له اوكي. لاحظ انه هو حط على كل الابواب رموز. هلا راح نشوف شو راح يكون احنا صار عندنا هنيكي بجدول الابواب. طبعا احنا ما انا مضطرين ننتقل منهم، ممكن نكبس كاترول تاب اختصار، او ممكن احنا من هون نشوف نتنقل بين الشيء اللي بدنا اياه. مثلا انا بدي اروح على السكجول، على الدور سكجول مثلا من هون، فانا فيني اكبس هون فورا بلاقي فتح لي هاي النافذه. طبعا مثل ما قلنا هاي لها علاقه بالنوافذ، انا عم بفتحها كل شوي كل شوي عم بفتح نافذه فاني عم يزيده هون. احنا من هاي الكبسه فينا نخليهم كل شيء متكرر لنفس المشروع او كل شيء نوافذ مفتوحه لنفس المشروع تروح، يضل بس النافذه اللي موجوده هلا يعني نافذه وحده بس. اذا كبسنا هلا بنلاقي في عنا 5 نوافذ موجوده، هدول الخمسه كل وحده تابعه لمشروع شكل، يعني اي وحده من هدول بنلاحظ الاسم تبع الملف عم يختلف. هون هذا اسمه مرحله 7 اللي هو ملف مفتوح،
في عنا الروم تاج، في عنا الويندو تاج، ويندو تاج واحد واثنين والدور تاج. فهدول ملفات يعني مختلفة مفتوحات بقلب نافذة الريفيت. هلا نحن هذا هو جدول الأبواب. نلاحظ كيف صار عنا بالكاونت، مثلا في 3 في 1 في 4 في 5. الليفل صار في عنا 2 وصار في عنا 1 وصار في عنا أماكن فاضي ما فيها شيء يعني بيضة. بالتايب مارك عادي طبعا، والويلث هذول شفناها. بالنسبة للليفل شو يعني 2؟ يعني انه هاي هذا الباب تابع للطابق الثاني. بالنسبة للواحد هذا تابع للطابق الاول. اذا كان في فراغ شو يعني فراغ؟ يعني البواب هاي موجودة بالطابقين، ما طابق لا الاول لا الارضي ولا الثاني لحال، لا موجودة بالطابقين سوا هاي البواب. فهو يعني اكيد ما راح يحط لي شيء واحد منهم انه طابق الاول او طابق الارضي. فنحن هون حطينا الليفل مشان نعرف هاي الابواب لاي طابق تابعة. الفكرة يعني انه اذا انا اشتغلت ابواب الطابقين سوا بالملف بالمشروع يعني راح يطلع لي بجدول الابواب كل شيء ابواب موجودة. يعني انا حتى لو ما حطت خيار الليفل هو راح يطلع لي كل شيء ابواب موجودة بالمشروع كامل، ما بطابق واحد الا مثل ما شفنا اذا انا عملت تاجات بس للطابق الارضي مثلا فهو راح يطلع لي رموز الطابق الارضي وهكذا. لكن اذا عملت تاجات لكل شيء للمسقطين يعني الرموز طلع عملت للمسقطين فهو راح ياخذ بعين الاعتبار كل شيء رموز موجوده بالمشروع بغض النظر اي طابق. لذلك نحن حطينا الليفل، راح نشوف هلا كيف راح يصير الشغل على اساس الليفل. بنفس الدور سكجول وهاي النافذه، يعني اذا رحنا على الانستانس عندما نكون محددين شيء وفتحنا هاي النافذه مره ثانيه، في عندنا هون خاص او تبويب الفلتر، فانا فيني اقول له يفلتر لي اياهم حسب الليفل. وعم يقول لي هون انه شو الليفل اللي بدك يصير له فلتره او يعني اللي يضل. فانا راح اقول له ليفل رقم 1. هون عم يقول لي شو الاجراء يعني اللي بدي اعمله. فانا قلت له ايكوالز، بقول له اوكي. بلاحظ انه هلا صار بالنسبه للليفل في عندي بس اللي وين اللي بليفل 1 فقط، هدول هن الابواب الموجودين بليفل 1 خلاه هون. اما كل شيء غير ليفل 1 حذفه او يعني خفى حاليا لانه ما لازم. طيب طبعا فينا نعمل جدول ثاني نحن ويكون جدول ابواب ويكون الفلتر فيه تابع لليفل 2، وبالتالي هيك بصير عندي في لليفل 1 جدول ولليفل 2 جدول ثاني. هلا رح نشوف كمان نحن الليفل هاي اكيد ما بدنا اياها تطلع بجداول، فكيف ممكن نخفيها؟ كمان ممكن نحن نحدد هون هيك ونعمل له هايد من هون، هيك بينخفى عند الليفل، ما بينحذف بس بينخفى بصير يعني ما موجود. اذا حبينا نقول لهم هدول بيرجع العمود اللي اخفيناه من شوي. هلا في عنا مثلا اذا حبينا نضيف عمود جديد فممكن كمان نفس الطريقه من هون نقول له انه في عنصر جديد بدي اضيفه اللي هو مثلا عدد ظرفات دي تايب ولا انستانس كمان تايب. طبعا اذا الباب يعني كان له ظرفتين اكيد هاي لها علاقه بالتايب، ما راح يكون نفس الباب له ظرفه وحده. هو عباره مثلا عن نمبر تمام، راح ينحط تحت تصنيف اذر. طيب اوكي فملاحظ هلا صار في عندنا هون اضافه زياده اسم عدد الظرفات. اذا حبيت اتحكم بالترتيب تبعهم فنحن ممكن من هون اول شيء بدنا التايب مارك نخليه يطلع لفوق، العدد مثلا ليفل خليه اخر شيء مع انه مخفيه يعني، ملاحظات كمان خليها اخر شيء، عدد الدرفات رح نرفعه خليها بعد الكاونت، الويدث كمان رح نرفعه، والهايت رح نخليها ثاني شيء. مثلا انا اذا حبيت يكون هيك هو الترتيب تبعي بقول له اوكي. لاحظ انه صار الترتيب بالشكل اللي حطيناه بهاي النافذه. هلا هون نحن بعدد الدرفات اذا حبينا يصير في عنا معلومات موجوده هون، طبعا المعلومات هاي ما انا موجوده حاليا. ليش؟ لانه نحن اللي انشانا هاي الخاصيه، وهاي الابواب الموجوده عند المشروع كلياتها ما الى يعني ما الى معلومات بقلب هاي الخصائص لانه انا انشاتها جديده فما كان في معلومات موجوده من قبل. عدد الدرفات انا ممكن اشوف العرض مثلا اجي احدد اذا كنت بعرف التايب مارك تبعت الباب، او ممكن نروح شوفه بالمشروع انه شو هو هذا الباب اللي تايب مارك تبعته 27 وحدد عدد الدرفات. ممكن انا اعبي المعلومات بهذا الجدول وهي تلقائيا راح تتعبى بالجدول. هو هون عم يقول لي انه راح يتغير المعلومه هاي راح تتغير بالفاميلي، فانا بقول له موافق. 29 كمان اذا 2.5 فهي غالبا تكون درفتين.
تمام موافق، وهكذا انا ممكن اعبي كل المعلومات في هذا المحل. مادة الصنع مثلا راح اكتب هون المنيوم، راح اكتب هون مثلا خشب، هاي كلها يعني مجرد امثله. ملاحظات راح اكتب مثلا باب حمام على سبيل المثال يعني، بس نحن مشان نشوف شو ممكن كيف ممكن يتغير هذا الحكي او شو اللي صار عنا. هلا نتذكر بس انه ال 27 الومنيوم حطينا فيها وكتبنا عليه باب حمام. راح نروح المسقط، هو طبعا تابع الليفل 1 لانه نحن عاملين فلتر على ليفل 1، فراح نروح على ليفل 1 نختار 27 الباب رقم 27. طيب هون لاحظنا انه احنا عم نحاول ندور عليه اللي هو هذا الباب. احنا اذا ما كنا حابين ندور عليه فينا مباشرة انا بس كون محدد الباب بهالشكل، واذا رحت على المسقط فهو فورا بيكون حدد لي اياه مباشرة يعني بعد ما اكون انا محدده. هلا اذا فت على الايديت تايب بلاحظ انه في عنا تكست مادة صنع حطت لحالها هون الومنيوم. منين جاب هاي المعلومة؟ جابها من الجدول. فنحن نستنتج من هالحكي انه في ارتباط تام بين الجدول وبين المخططات الموجودة عندي. فانا اذا حذفت باب راح ينقص عدد الابواب الموجودة بالجدول، راح ينقص باب، وهكذا. اي معلومات بغيرها يعني هلا من هون اذا غيرت المادة مثلا حطيت المنيوم 2 مثلا، فهي بجدول هيك تلقائيا كمان تتغير. هلا راح نشوف كيف تغيرت. في عنا هون ملاحظات باب حمام. كمان اذا نزلنا لتحت بنلاقي في عنا اذر، انضافت عنا عدد درفات، نحط الرقم 1 اوكي. كمان اذا حطيته 2 راح يتغير هيك بجدول مباشرة. اي تغيير بعمله بالمخططات بتغير عندي بجداول مباشرة، يعني ماني مضطر اغير كل مرة بغير هيك ارجع اغير بالجدول، هي لحالها فورا بتتغير الشغلات. بنلاحظ كيف صار هون الومنيوم 2. طبعا هون هلا اذا حبينا نحن ممكن ننسخ هذا الرقم ونبلش نضيفه هون. طبعا هو كل مرة بده يسالني انه على الاضافة اللي اضفتها. وهلا المعلومات اللي بنضيفها بنحطها بهاي الجدول او لهاي العناصر الابواب الموجودة عندي هون. اذا حفظتها كتمبليت فانا خلص ممكن اشتغل عليها كل مرة، يعني ما انا مضطر اضيف هاي المعلومات كل مرة، مادة صنع عدد درفات وهيك. خلص انا اذا حفظتها كتمبليت وصرت اشتغل على المشروع هذا كتمبليت تنفيذي، كل مرة بفتحه بشتغل عليه، كل مرة بفتحه بشتغل عليه، فهاي المعلومات تكون لساتها موجودة نفسها، ماني مضطر يعني كل مرة اعدل عليها. وبالاخير احنا رح نتعرف كيف ممكن نحفظ التمبلت بس باخر شيء، بحيث نكون احنا عدلنا كل التعديلات اللي تلزم لنا على المشروع. هاي هيك بالنسبه للجداول، كيف نضيف، كيف نعمل فلتر، كيف نصنف، كيف ممكن نخليه يدمجون اذا كان في تكرار، وكيف بنعبي العناصر او الفراغات الموجوده عندي هون. هيك تقريبا نكون خلصنا معظم الشغلات اللي علاقه بالتنفيذيه، لكن في عنا بعض الملاحظات الصغيرة. مثلا إذا أنا كنت بالمسقط هاد وجيت بدي أغير أو أعدل على خط الشبكة هاد، مثل ما أنا شايفين خط الشبكة عم تكون مارقة بالمسقط. طيب أنا كيف فيني أخليها ما تمرق بالمسقط؟ من الإيدت تايب نحن من هون فينا نعملها بدال continuous نعملها نون. وطبعا نحن عدلنا على مين؟ على التايب، معناتها كل شيء آخذ من هاي التايب راح يتم تعديله تلقائيا، مثل ما أنا شايفين راح يصير مقطع يعني مانو مارق بالمسقط. هاي بالنسبة ل التقطيع او الاستمراريه تبعت خط الشبكه. في عنا نقطه كمان بخط الشبكه، انا اذا حبيت هدول الرموز يكونوا مايلات يعني 90 درجه معملهم روتيت، كيف ممكن اعملها لهاي؟ هلا هذا اذا كبست عليه كبستين بنلاحظ انه ما عم يفتحوا كفاملي لحالها، ما مثل الرموز هدول اللي اشتغلنا عليهم. طيب شو الفكره لكم هون؟ هون راح نتعرف على شيء انه يكون الجسم المكون عنده مكون من عده فاميليز وموجودين بقلب الخصائص تبعته. هلا انا اذا فت على الايدت تايب تبعت هذا العنصر او هاي الفاميلي راح لاقي في عندي هون سيمبول، مثلا هو هذا اللي عم نحكي عنه اسمه سيمبول ام جريد هيت سيركل ام جريد، هاي هي الفاميلي تبعته اللي اخذها. يعني مثلا اذا انا اخترت نون قلت له ابلاي، فملاحظ كيف راحوا ما عاد فيه. فنحن بدنا نحفظ هذا الاسم انه ام جريد هيت سيركل اللي هي كانت هاي. طيب تمام قلت له ابلاي اوكي، لاحظ انه طالع عندي بهذا الشكل. فنحن لازم نحفظ اسمها للفاميلي. هلا هاي الفاميلي هي نفسها الفاميلي اللي حفظنا اسمها اللي هي هاي، هي فينا نفوت عليها مثل هاي الفاميلي ما فتنا عليها، لكن الفكره انه ما فينا نكبس عليها كبستين، يا بدنا نروح عليها بالفاميلي من هون او بدنا نروح عليها
من مجلد الفاميلي اللي كنا عم نشتغل عليه بارتكشر هون. لا اذا طلعنا عملنا رجوع دورنا هون بنلاحظ انها هي هون، ممكن ناخذها هيك، ممكن نكبس عليها كبستين. اذا رحنا فتحنا الربط بنلاحظ انها فتحت بقلب المشروع، بنكبس بالسكرول كبستين مشان يصير عندي منتصف النافذه. هلا ها هي الفاميلي اللي هي عم ياخذها البرنامج او عم ياخذها المشروع كفاميلي مشان يشتغل على اساسها. طبعا لاحظ انه هون الفاميلي كانت ماخوذه هي الام هيد جريد سيركل ام جريد، احنا ها هي الفاميلي تبعتنا نقول له اوكي. طيب هلا هدول الخيارات اذا حبينا انه يصيروا معملهم روتيت بزاويه 90 درجه بدنا نروح لهون على هاي النافذه على هاي الفاميلي او الملف الموجود هون، نعمل له نسخه تماما نفس طريقه النوافذ اللي اشتغلنا عليها من شوي. هلا هاي النسخه ممكن نسميها غير اسم، ممكن نسميها واحد. هلا فوت على النسخه تبعت واحد، ممكن ناخذ الرقم نعمل له روتيت 90 درجه بهالشكل، بعدين بعد ما خلصنا نقول له انتو بروجكت نقول له اوكي. هلا هو صار موجود بقلب الملف هذا. اذا مسكت هاي العنصر مثلا فوت على الفاميلي تبعته وغيرتها عملتها ام جريد هيد سيركل واحد اللي نحن هلا قلنا له لود قلت له اوكي، بلاحظ انه صاروا مايلات او عم عمله روتيت. لكن شو ملاحظ هون كمان انه كل العناصر الموجوده صار لها روتيت. طيب ليش؟ مثل ما بنعرف انه انا غيرت على الفاميلي وكلهم اخذوا من هاي الفاميلي فاجبار الكل رح يصير في ميلان. طيب بعمل كاترول زيد، شو الحل لكان؟ الحل انه انا هدول بعمل لهم فاميلي لحال، هدول بضل فاميلي تبعتهم القديمه، هدول بس بغير الفاميلي تبعتهم. كيف اعمل لهدول فاميلي لحال؟ نفس الخيار نعرف يعني هاي المعلومه انه بعمل له دوبليكيت اول شيء، ممكن اغير اسمه من هون اقول له اوكي. فهلا صار العنصر هذا له فاميلي لحاله خاصه فيه وهيك اسمه. هلا انا فيني اغير اعملها سيركل 1 اقول له اوكي. كمان بلاحظ انه بس هذا اللي مال، فهلا بحدد كل هدول وبروح على البابل 3 اللي نحن حفظنا اسمها. يعني بلاحظ انه هلا هدول صاروا مايلات، هدول لا عموديات تماما. بهالطريقه نحن نحسن كمان تعرفنا اكثر عن موضوع الفاميليز، اذا كان الفاميلي جزئي بقلب عنصر ما او الفاميلي ما كيف ممكن نتحكم فيها. بقى عندنا نقطه صغيره انه اذا كان انا عندي دراج وعملته هيك مثلا، نحن من قائمه انوتيت في عنا الرمز او الامر هذا تريد نمبر نختاره، نصير نقرب نحسن نقرب على الدرج الموجود عنا. بنلاحظ كيف نحسن نحط الارقام على هذا الدرج، طبعا حتى لو كان الدرج بشكل يعني بشكل مانو شاحط واحد على شاحطين مثلا. كمان نفس الشيء نحن بنحسن نروح على الانوتيت نختار تريد نمبر، نحط هون الدرجات الاولى بنحط هون الدرجات الثانيه. بنلاحظ كيف هو عم يحط الارقام مباشره. هاي كمان نقطة علاقة بتنفيذية، إذا حبيت تحط الدوائر نفس طريقة الرموز الخارجية ممكن إحنا نحط دائرة أولى يدويا يعني ونبلش ننسخ هاي الدائرة نقول له كوبي ننسخها من هون مثلا، أو ممكن نعمل لها array لأنه هي على مسافات متساوية لذلك رح تصير فورا مباشرة. كمان ممكن ننسخهم للدوائر كلياتها هون ونلصقها هون بحيث تكون مناسبة للأرقام. هيك كمان بنكون إحنا نهينا موضوع التنفيذية. بيبقى عنا بس انه اذا بدي جمع المخططات او الاشكال اللي صارت عندي بشيت مثل ما تعرفنا عليها من قبل نقول له نيو شيت، اذا ما كانت موجودة الاي زيرو بنعملها لود، تعرفنا كيف نعملها لود وكل شيء نقول له اوكي. فبيفتح لنا هلا الشيت الجديده اللي نحن بدنا نضيف عليها المخططات نفس الطريقه تماما. اذا بدي اضيف الجدول مثلا نضيفه هيك فبلاقي صار عندي موجود. إذا بدي أضيف المخططات فأنا بروح بجيب مثلا مسقط واحد بحطه هون. لاحظ هذا السكيل الموجود عندي هو سكيل 1/100، إذا حبيت 1/50 أو 1/200 كمان إحنا مثل ما تعلمنا هذا الموضوع كلياته. المسقط الثاني كمان نقرب هذا لهون، طبعا هذا الدرج يعني بنحسبه أكيد. إذا بدي أحط واجهة مثلا كمان بجيبها لهون، الواجهة مسكيلها كتير كبير، راح نروح نرجع للواجهة
نحذف هذا العنصر لأنه ما بدنا إياه، فما راح نحذف هاي لأنه ما بدنا إياه، أو نعمل إخفاء طبعاً يعني ما حذف، بخفي هذا العنصر هيد إليمنت، بخفي هذا كمان هيد إليمنت، هدول قلنا نحذفهم ما بدنا إياهم. هيك صارت الواجهة جاهزة عندي. برجع على الشيت، كانت هي بالهون تمام. باخذ الواجهة مرة ثانية نزلها هون، لاحظ انه هاي صارت الواجهة عندي. طبعا احنا ممكن نخفي الرموز تبعت الواجهات بالمسائط، اذا وقفت بالمسقط هاد ممكن نحدد هاي الرموز اذا ما بدي اياها تبين. طبعا احنا يعني عادة نكون عندنا اياها تبين، فممكن نحددهم، قول له باليمين هيد element، كمان بقى في مسقط الثاني نفس الشيء حددهم، بقول له هيد element. هيك اذا رجعنا لهون مرة ثانية على الشيت نلاحظ صار عنا الشكل النظامي. اذا حبيت صغر هاي الخط هون مثلا ممكن نجيبه احنا هيك، اذا حبيت عدل عليه نفسه. طبعا هلا كبست كبستين ففتحت الصوره كيف قلنا نحن بنرجعها عادي، نفيو نقول له في بورت ديكتيف. اذا حبيت اخذ هذا لحاله حدده لإله، ما بحدد هاي حدده بس إله، بس نصير حركه انا على المحل اللي بدي اياه. مثل ما قلنا اذا حبيت صغر الخط ممكن اصغره بهالطريقه، كمان هون نفس الشيء، هون كمان نفس الشيء. بهالطريقه نحن نحسن نضيف المخططات تبعتنا على الشيت. اذا حبيت مثلا نضيف لهون انا شيء مخطط تفصيلي من اوتوكاد، تعلمنا كمان نعمل له انسيرت، نقول له امبورت كاد، ونجيب الملف اللي بدنا نصدره لهون، ومنحدد اذا في واحد معين بدنا نحددها. ننتبه انه نعمله مانوال مثلا مشان نتحكم نحن بالتحريك، ما ينزل هو لحاله بشيء محل بعيد ما يبين عنده. هاي كلها نقاط مهمه اذا حبينا نضيف ملف اوتوكاد لهون. طبعا فينا نعمل له سكيل بعد ما يعني بعد ما ضفناه انه هو بيكون رسمي او بيكون خط او كذا، فانا فيني انفذ عليه امر سكيل عادي. هيك نحن نكون انتهينا من موضوع التنفيذي ومخططات التنفيذي. ان شاء الله بالدرس القادم راح نبلش بالتصميم، التصميم الحر او بدايات التصميم الحر.